وفي أيضا تحديث عاجل قالت عمليات بغداد أنه معسكر الصقر تعرض لانفجار لكتس للعتاد داخله أدى إلى انفجار باقي العتاد العسكري وانفجارات أخرى وأصوات كثيرة وكبيرة داخل بغداد. هذا وترد مركز الأخباري للشرقية نيوز اتصالات كثيرة تقول أن هناك الأصوات سمعت في عموم بغداد وأن الانفجارات مستمرة داخل المعسكر ويصعب السيطرة عليها. وفي تحديث آخر انفجار كتس للصواريخ والأعتدة والأسلحة الثقيلة التابعة لقوات الحشد الشعبي قرب اللواء السابع للشرطة الاتحادية. ونذكر أنه في معسكر الصقر الذي يقع في منطقة أبو تشير حيث تسمع أصوات الانفجارات الآن. وتردنا الكثير من الاتصالات إلى مركز الإخباري في الشرقية نيوز تحدثنا عن تحديثات لهذا الخبر حيث تسمع الانفجارات والشظايا تتناثر والانفجارات مستمرة ويصعب السيطرة عليها في معسكر الصقر جنوبية العاصمة.